دعونا نسأل ضيفنا من عمان دكتور عدلي قنده المستشار والكبير الاقتصادي ومدير عام جمعية البنوك الأردنية سابقا. أهلا ومرحبا بك سيد عدلي. يعني الركود التضخمي هذا المصطلح يعني ربما حتى المختلف عليه اقتصاديا يعني أو المختلف على تعريفه اقتصاديا اليوم يعني وربما ليس لدينا سابقة تاريخية سوى عام 1973 أو في السبعينات مع الركود التضخمي الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية، هل اليوم نحن لدينا المعطيات التي قد تقودنا إلى ركود تضخمي أم لا؟ نعم، شكرا جزيلا. في الواقع يعني ركود تضخمي بنحكي عن إحنا تضخم مرتفع وتراجع وكساد في الاقتصاد. مؤشرات الجزء الأول اللي المقصود فيه التضخم، نعم هناك معدلات مرتفعة من الأسعار وهي مؤشرات لتضخم موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. معدل التضخم تجاوز 8.5% للربع الأول من هذا العام، وأيضا في منطقة اليورو وصل إلى 7-7.5%، وهذا مؤشر مرتفع. لكن لدينا في الجزء الثاني من العالم اللي هو في الصين مثلا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، معدل تضخم منخفض يعني لا يتجاوز 1.5% للربع الأول من هذا العام. أما فيما يتعلق بموضوع النشاط الاقتصادي، حتى يسجل الاقتصاد ركود حسب ما هو متعارف عليه بين الاقتصاديين، يجب أن يسجل تراجع على 3/4 متتالية، يعني الربع الأول الربع الثاني والربع الثالث، أن يسجل الاقتصاد تراجع في الاقتصاد بمعنى نمو سالب. دكتور عدلي، يعني لو انتظرنا للربعين المتتاليين فهذا يعني بعد after the fact كما يقولون. نحن هنا لأنه نريد يعني الحديث عن التأثير على الأسواق بشكل عام، نحن نتحدث عن احتمالات مستقبلية لحدوث ذلك. يعني أكيد طبعا التعريف التقني للركود ربعين من الانكماش، لكن الآن هل نحن بصدد الوصول إلى هذه المرحلة؟ يعني هل مثلا سياسات البنوك المركزية التشددية في هذا التوقيت هي في غير محلها؟ هل تعتمد على تقليص الطلب في حين أن مشكلة التضخم تأتي من العرض، وهو بالتالي هو تضخم مدفوع بالتكاليف أو cost push inflation مختلف عن التضخم الطبيعي المدفوع بالطلب؟ نعم، لا شك أنه التضخم الحالي اللي بيواجهه الاقتصاد العالمي هو cost push inflation بسبب ارتفاع أسعار النفط بشكل أساسي والمواد الغذائية والمواد الاستهلاكية. ولكن إذا نظرنا إلى الاقتصاد الأمريكي مثلا، هو يعيش في حالة full employment، نشاط اقتصادي جيد، تشغيل مرتفع، وصل إلى حالة تشغيل كامل. معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية كان 3.9% وهي أقل من معدل البطالة الطبيعي natural rate of unemployment. وبالتالي أيضا بمنطقة اليورو معدلات النمو أقل قليلا، لكن التداعيات اللي حصلت نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى انخفاض في العرض بالعديد من السلع، خاصة المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية، وبالإضافة إلى أيضا هناك تخوف من السبلاي في موضوع النفط والغاز، نظرا لأن روسيا هي منتج أساسي ومصدر أساسي للنفط والغاز لمنطقة اليورو وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي تراجع أو توقف تصدير النفط لمنطقة اليورو سيؤدي إلى حدوث أو احتمالية حدوث تراجع في الناتج في منطقة اليورو. إذا التداعيات هي أكثر على السانكشنز اللي هي العقوبات الاقتصادية اللي فرضت على روسيا، كان لها وسيكون لها تأثيرات كبيرة أكثر من الحرب نفسها. وبالتالي هل الاقتصاد يتجه بنحو الستاغفليشن الركود التضخمي؟ مؤشر التضخم يعني مسلمين فيه بأنه معدلاته مرتفعة، لكن لا يجب أن ننتظر ما هل الحرب ستطول وهل العقوبات ستطول أيضا. إذا طالت أمد الحرب وإذا طالت أمد العقوبات بالطبع سيؤثر ذلك على النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل أساسي، لأنها تعتمد بشكل كبير على النفط وعلى الغاز من روسيا.
وبالتالي مظبوط. نحن نعم. بحاجة إلى أن ننتظر معدلات النمو في الربع الأول وأيضا في الربع الثاني حتى نشوف إذا كان في اتجاه نحو الركود والكسل الاقتصادي. وهذا يعني ليس بالأمر السهل، نحتاج إلى أشكرك، وقت. أنا انتهى لدي النقطة. أنا أشكرك بالمقابل الصين كدولة دكتور، اقتصاد ثاني اقتصاد اسمعني في دكتور، العالم يعني تسجل معدلات على ما نمو يبدو دكتور جيدة عدلي لا يسمعني. ومعدلات أشكرك على التضخم كل أيضا. حال دكتور عدلي قنداح، المستشار والخبير الاقتصادي ومدير عام جمعية البنوك الأردنية، شكرا لك لهذا التحليل.